أعلنت المملكة العربية السعودية تبرعها بمبلغ 500 مليون دولار للأعمال الإنسانية في اليمن، جاء ذلك في مؤتمر المانحين لدعم اليمن الذي انعقد برعاية أممية. ويسعى المؤتمر الذي دعت إليه سويسرا والسويد والأمم المتحدة إلى جمع 4 مليار دولار لمواجهة المشكلة الإنسانية في اليمن. لم يكن مستغربا بأن تكون المملكة السعودية من أكبر المانحين. 500 مليون أولا تبرع جديد، ثم 250 مليون في بداية العام، و35 مليون إذا جمعت تصل إلى 785 مليون لدعم الشعب اليمني في عام 2019. هذه الجهود تؤكد أولا اهتمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله وولي عهده الأمين صاحب سمو الملك الأمين محمد بن سلمان حفظه الله، وتؤكد دور المملكة العربية السعودية الريادي لإحلال الأمن والاستقرار والرخاء في اليمن. وكانت الأمم المتحدة قد أكدت أن خطة الاستجابة الإنسانية لليمن هذا العام تدور حول 5 أهداف لها الأولوية القصوى، وأكدت المملكة العربية السعودية حرصها على تحقيق السلام والاستقرار في اليمن ودعمها لاتفاق ستوكهولم الذي يهدف إلى تخفيف المعاناة عن الشعب اليمني. اليوم أعلنت المملكة العربية السعودية استمرار لدعمها خلال السنوات الماضية بالاستجابة ب 500 مليون دولار لخطة الاستجابة الإنسانية للأمم المتحدة العام 2019، واستكمال للمبلغ الذي قدمته المملكة العربية السعودية مع الإمارات مناصفة مبلغ 500 مليون دولار بداية هذا العام أيضا، وكذلك 70 مليون دولار لمعلمين عن طريق اليونيسف في اليمن. هذا جانب إغاثي وإنساني. لو أنظرنا إلى جانب آخر وهو النظرة التي تعمل منظمة المملكة العربية السعودية بشكل أوسع وشكل كبير، وندعو المجتمع الدولي للعمل في هذا الاتجاه، وهو دعم الاقتصاد اليمني خلال دعم البنك المركزي ب 2 مليار و 200 مليون دولار. ودعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس إلى التوصل لحل سياسي للأزمة في اليمن وتطبيق اتفاق ستوكهولم بقرار مجلس الأمن رقم 2451 والذي أدى لوقف إطلاق النار، مشيرا إلى أن بعثة الأمم المتحدة تعمل على انتشار القوات وفتح ممرات آمنة إنسانية. دعوة إلى الاستقرار وإحلال السلام في اليمن، وسخاء من المملكة العربية السعودية إلى إخوتهم في اليمن، جاء ذلك في مؤتمر المانحين الذي انعقد بالأمم المتحدة في جنيف. طه يوسف حسن، قناة الإخبارية، الأمم المتحدة، جنيف.